اهلا بكم يا اصدقائي، بحبكم جدا وبتوحشوني جدا. والنهارده هنتكلم عن حلقه اخذت الطب في التصويت لما نزلناها في المنتدى. والحلقه دي باختصار ابراج لما بتحبك، لما بتحبك لا يمكن ان هي تيجي تصارحك. ايه هي الابراج دي وليه بتعمل كده وازاي نتعامل معاها؟ ده اللي احنا هنعرفه في حلقه النهارده، يلا بينا. طبعا في البداية خليني أقول لك، لو كنت لسه جديد يا ريت تعرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك علشان نفضل دايما متواصلين مع بعض. كمان عشان حبيبنا اللي بيسأله، أنا سايب الانستجرام بتاعي في الوصف بتاع الفيديو اللي حابب إن هو يتواصل معايا، ورجاء رجاء اللايك التشجيعي اللي تعودنا عليه منكم مش هخسركم حاجة ولكن بيساعدنا بشكل كبير على الاستمرارية. معانا أربع أبراج، أربع أبراج بس، أيوة أربع أبراج بس. هنرتب من المركز الرابع للأول، كل ما نطلع لفوق أقوى بقى عدم مصارحة أقوى. الأبراج دي فعلا لو حبيتك مش هتيجي تقولك. تعالوا بقى نتعرف كده عليهم واحد واحد، وناخد البرج اللي في المركز الرابع واكتبوا توقعاتكم اللي دايما بتكون في محلها وشاركوني. في المركز الرابع معانا برج الدلو الهوائي. برج الدلو الهوائي زي ما احنا عارفين عنه، برج بيحب ياخد وقته قوي قوي في مشاعره او حتى في التعبير عن مشاعره. المشكلة بقى ان برج الدلو سواء راجل سواء ست هو ممكن ياخد وقته وكل حاجة بس مش هيعترف لك. هو من الابراج دي على فكرة، الابراج دي من برج الدلو لحد المركز الاول دي حاجة في شخصيتها، دي حاجة هي مفطورة عليها في طباعها، ان هي ما بتحبش ان هي اللي تصارح الطرف الاخر. بينا بقى نتعرف ليه برج الدلو من الابراج دي، يلا بينا. السبب بقى ان برج الدلو بيعرف قوي قوي سواء راجل سواء ست يعمل كنترول على العاطفة بتاعته وبشكل كبير. وايضا هو من الابراج اللي عندها كبرياء عالي عالي قوي، وعندهم ذوق عالي قوي، فعنده كبرياء عالي وعنده ذوق عالي وبيعرف ان هو يسيطر او يتحكم في مشاعره. اذا عايزك بقى انت اللي تيجي تصارحه او عايز الموضوع ياخد وقته. ليه؟ ده طبع في ابراج الدلو على فكرة، سواء الراجل سواء الست. ايه اللي انت تعمله معاهم؟ ده اللي هنقوله دلوقتي. ايه بقى اللي انت تعمله في الموقف ده؟ اوعى تغيب عن الصورة بشكل كلي ودائم، اوعى تبعد عن نظر او عن حياة برج الدلو لو كان يهمك، لانه بصراحة ومن غير ما نتكلم كتير وبسهولة وببساطة هينساك. من الابراج اللي عندها القدرة ان هي تنسى، يعني باختصار كده اوعاك تغيب من الصورة لا تنطفي خالص. تعالوا بقى نطلع على برج اقوى شوية في النقطة دي، اقوى شوية في صمته عن المصارحة. البرج اللي معانا في المركز الثالث يا ترى توقعته يكون مين؟ طيب هو برج السرطان المائي. باختصار ونتكلم في المفيد برضو، برج السرطان عبارة عن كتلة من الاحاسيس والمشاعر المتحركة. طيب ايه اللي ممكن يخلي برج السرطان لو بيحبني ولا سيما ولا سيما الانثى ما يجيش يصارحني؟ حاجة واحدة بس، ان برج السرطان ممكن لو جه صرحك بمشاعره وانت صديته ممكن يموت فيها. يعني مش المقصود بالموت هنا الموت بمعنى الموت، ولكن الموت بالنسبة للكرامة، بالنسبة للإحساس، بالنسبة للجرح اللي ممكن انت تسببه له. هو ما عندوش ابدا ابدا روح المجازفة لدرجة ان انت ممكن ترفضه حتى لو كانت بنسبة 1%. لذلك برج السرطان لا، بيفضل ان انت اللي تكون البداية من عندك عشان يجي صرحك بمشاعره دي بعيدة جدا جدا جدا. اي نعم يا جماعة لكل قاعدة شواذ، ولكن احنا بنتكلم النسبة الاغلب والصفات بتاعت كل برج في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، برج السرطان. بينا بقى ندخل على المركز الثاني ومن بعده الطب المركز الاول، يلا بينا. كم وصلكم لفين؟ مين في المركز الثاني؟ برج الجدي الترابي. برج الجدي الترابي اللي بيخليه يجي معانا في الموضوع بتاع الحلقة ده، واللي بيخليه يجي كمان في المركز الثاني يعني اللي قبل الاول،
ان برج الجدي سواء راجل سواء ست هلخص الكلام كله، بيمشي بمبدأ او بمقولة اللي عايزنا يجينا احنا ما بنروحش لحد. يعني انت لو بتحبني او انت لو بتحبيني يبقى انت اللي تبدأي وتاخدي الخطوة وتصرحيني. اي نعم برج الجدي ممكن يلفت انتباهك، ممكن يعبرلك بشكل غير مباشر، ولكن عشان يجي يعبرلك كده بشكل مباشر ويقولك انا بحبك انا عايزك ما بنامش الليل من غيرك ايا كان، دي صعبة قوي، دي استبعدها قوي، مش موجودة في القاموس بتاعهم برج الجدي. كده فاضل معانا التوب، المركز الاول توقعته يكون مين؟ توقعكم هيكون مين؟ برج الثور ترابي، برج الثور الترابي. باختصار كده برج الثور الترابي ابراج او من الابراج اللي هي بتنكسف بصراحة، سواء راجل سواء ست. بس كده؟ لا مش بس كده، لان هما بيمشوا بمبدأ صاحب نفسك ترتاح. بينا بقى بما ان ده البرج اللي معانا في المركز الاول نفنط كل حاجة كده ونفند كل حاجة براحتنا شوية عشان ايه نفهم البرج ده قوي في النقطة دي. يعني ايه معنى برج الثور بينكسف سواء راجل سواء ست؟ يعني برج الثور دايما بيقول طيب لو رفضني، طب ازاي هقولها له وانا ببص في وشه، طيب لو سألني سؤال محرج الى اخره، بقى كل ده بيدور في دماغه. طب افرض كلمني معرفتش ارد، طب افرض، ويفضل يفترض بقى من هنا للسنة الجاية. فده معنى كلمة بينكسف. تاني حاجة يعني ايه صاحب نفسك ترتاح، اللي برج الثور بيحب ان هو يمشي بيها. يعني برج الثور بيقولك بيخاف شوية او ما بيحبش تقلبات الحب وتغيرات الحب وصدمات الحب. كل اللي احنا قلناه ده بيخلي برج الثور الترابي يجي على رأس الأبراج وياخد المركز الأول في الموضوع بتاع الحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة. حبايبي أتمنى تكون أفادتكم، وأتمنى إن أنتوا تدعمونا بلايك وما تكسلوش. هقول الناس اللي إيه نسيت، بلاش اللي هم كسلوا، وشاركوني دايما بتعليقاتكم وشاركوني دايما بآرائكم وعرفوني بنفسكم. بحب دايما إن أنا أتواصل معاكم وأتعرف عليكم، وطبعا بتعرف عليكم من خلال كومنتاتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم وكلامكم معايا. أتوحشكم.